لا نستغرب من خطفه للأضواء في هذه اللحظات. يعيش في فورما رائعة في الفترة الأخيرة ومرشح بقوة لمواصلة هز الشباك في هذه المباراة. مساء الخير سيداتي أنساتي سادتي، ليلة ماطرة وأجواء واضح بأنها ستجلب إثارتها الخاصة لهذه المباراة المنتظرة. نتمنى بأن لا تؤثر الأمطار على سير المباراة. وسأكون معكم أنا فارس عوض من كابينة التعليق. ومواجهة اليوم تأتي ضمن مسابقة الدوري فريق أرجنتينيوس جونيورز في مواجهة إنستيتوت دي قرطبة. بداية موسم ممتازة جدا من أصحاب الأرض، بداية موسم مميزة جدا تجعل الكل متحمس لهذه المباراة وترفع الطموحات والأمال. الكل الآن يريد ويرغب في المزيد مع هذه الانطلاقة القوية، معنويات مرتفعة وثقة لا حدود لها. ولا مع التشكيلة الرسمية لفريق إنستيتوت دي قرطبة. يلعب اليوم تكتيك 4-4-2 الماسي. الآن تبدأ المباراة بشكل رسمي مع صافرة حكم اللقاء. هل سيكتفي الحكم بالإنذار الشفوي في اللقطة الماضية أم سيخرج البطاقة؟ تدخل ناجح، قطع الكرة في هذه اللحظات. رودريكيز والآن يستعيد الكرة. الآن تقدم هجومي مع خيارات متاحة في الأمام. بدت فرصة جيدة لكن الكرة تحولت للخصم، وهنا خطأ موجود وضربة ثابتة بالتأكيد. تصطدم الكرة بالحائط البشري. الحكم يشير إلى ضربة ركنية بعدما صدمت الكرة بالمدافع. يرفعها في وسط 18. الآن فرصة كبيرة في الهجمة المرتدة. عنده فرصة للتسجيل. ما زالت الكرة خطيرة. هدف يأتي، هدف الافتتاح. الآن يشعل الأجواء في هذه اللحظات. نشوف إعادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة وبكل ثقة وبدون تردد تشاهد الهدف من المسافة القريبة. من الصعب جدا إهدار هذه الكرة.
هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. أوهو، على فرصة كانت كبيرة لكن في النهاية لم تستغل، لم تسفر عن أي هدف، أنقذها حارس المرمى. الله على حارس المرمى، شوف اللقطة الأخيرة. مستحيل، أي هدف هذا؟ أي تسديدة؟ أي كرة من مسافة بعيدة حطها في المرمى؟ الله على هذه الطلقة، حقيقة كانت هدفا رائعا جدا من مسافة بعيدة. شوف من وين كانت ملعوبة، تصويبة متقنة من مسافة بعيدة جدا. مجددا في الإعادة، كانت تسديدة رائعة من بعيد، باغتت الجميع وهزت الشباك. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. الحلول أمامه في الهجوم، يصوب بقوة. أوهو، دخلت المرمى، ثلاثة أهداف، الفارق الآن قوة هجومية كبرى. شوف الإعادة، أي قوة، وكأنه يريد الانتقام، وكأنها آخر تسديدة في حياته. لم تفتقد الكرة إلى الدقة رغم هذه القوة، حقيقة الحارس لم يكن لديه فرصة للتصدي. النتيجة ما تحتاج تعليق، عدم تكافؤ، تفوق كاسح تعكسها لوحة النتائج. يا سلام على الهروب، شوف التشيك اوت في اللقطة الماضية. يجب استغلال الفرصة والانطلاق في هجوم مرتد. هذه تصويبة، يا الله على كرة في المرمى، ما هذا الأداء، فارق الأهداف في الأربعة الآن. نشوف الإعادة ونشوف قوة التسديدة، وضع كل قوته في هذه التصويبة، لم يترك لحارس المرمى مجال ولا فرصة للتصدي لهذه الكرة. رباعية نظيفة، واضح أن المباراة تسير في اتجاه واحد. مويانو، فيرون، دقيقتين يضيفهم حكم المباراة كوقت بدل ضائع، وكرة بيوقفها حارس المرمى بكل سهولة. والآن وصلنا لنهاية أحداث الشوط الأول من المباراة. الآن إلى دكة الاحتياط بعد قرار التبديل في هذه اللحظات. ضربة البداية تعلن رسميا عن انطلاقة الشوط الثاني. يتمكن من استعادة الكرة مشاهدينا. المساندة تأتي من الزملاء. ف
فرصة يجب استغلالها في الهجوم المرتد. مراوغة ممتازة هنا. كرة باتجاه المرمى وجدت الحارس بالمرصاد. أرقام جميلة مشاهدينا تؤكد تفوق الفريق المريح في مباراة اليوم، سواء على مستوى النتيجة أو على مستوى الفرص والمحاولات على المرمى، ولتثبت بأن الكرة الهجومية الفعالة لديهم حتى الآن ناجحة بشكل ممتاز. تقدم هجومي ممتاز، يكسب أرض في مناطق الخطورة. كرة لم تكن صعبة، التصدي كان في الموعد، ارتماء ناجحة. تلعب في عمق ال 18، يلعبها في مكان. ضغط كبير مشاهدينا. المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. بيعدي وبيمر بالكرة. كرة تخرج خارج الملعب. استخدام القوة في التسديد هو سبب ضياع الفرصة هنا في رأيي. والتدخل المثالي لاستعادة الكرة. يتجاوز الدفاع وينطلق ويتقدم بدون رقابة. بيسدد الآن. مزلت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. كان ممكن أفضل بكثير في اللقطة الماضية. يا الله، الكرة تعود للعب الآن من ضربة مرمى. تسع دقائق متبقية من عمر هذا اللقاء. الدعم يأتي في هذه اللحظات. مستحيل اللعبة. كم أصبحت الغلة الآن. ما هذا الهجوم، ما كل هذه الأهداف. الله على روعة الأداء الهجومي. استلام الكرة في موقف غريب، لكن تعامل رائع مع الكرة ودوران ممتاز وإنهاء مثالي يعبر عن حجم المهارة والدقة. مباراة كانت من طرف واحد والنتيجة توضح هذا تماما. أعتقد أن الوقت قد فات على التعويض، لأن المباراة لم يتبقى فيها إلا القليل. يصل الكرة ويبعدها في هذه اللقطة. حلوة الكرة البينية. ينجح في اعتراض الكرة العرضية. فرصة لوضع الكرة في الشباك. أوهو، تصدي ممتاز. ركنية تنفذ في منتصف ال 18 والاعتراض هنا، وتنطلق صافرة نهاية المباراة لتعلن عن فوز وثلاث نقاط لأصحاب الأرض. فوز جديد يؤكد البداية غير العادية للفريق. بالعلامة الكاملة حتى الآن يرفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط. عمل رائع من الفريق حتى الآن، وهذه هي البداية بالتأكيد لم تكن متوقعة. دائما نؤكد على أن كرة القدم تعترف فقط بالأداء.
يصوب بقوة. هذه تصويبه